السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير، اشخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم جيت غنقدم معاكم واحد الكيكه ديال ديسير وبالفلون اللي كتجي رائعه وزوينه. هي كيكه اللي سهله واقتصاديه، ما كطلب زعما شي مقادير كثيره. مهم بالنسبه للديسير كتقدروا تستعملوا اي فروي موجود عندكم في الدار. بالنسبه غندوزو دابا للطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله، غنبدا بالخليط ديال الكيكه اللي غنحتاج واحد المول. درت فيه واحد القبيسه الملحه، كنحتاج ثلاثه البيضات، جوج خمارات حمرين، وحده لافاني، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الفورس ديال العنبه بقياس كاس ديال العنبه، وكاس ديال سنيده، وكاس ديال الحليب. الحليب يكون دافي شويه. بارك الله، غنبدا ناخذ البيض، غنبدا نهرسو في شي اناء طويسي. غنخدم هاد ثلاثة البيضات، غنضربهم مزيان، دابا غنضيف عليهم كاس ديال سنيده. غنضيف كاس ديال الزيت، وانا نضيف كاس ديال الحليب. وانا دائما مع التحريك غنبقى نطرب فيه مزيان. دابا غنضيف الدقيق، نغربل الكاس الاول،
نبدا نحرك شويه بشويه. كنضيف لافاني، ساشي ديال سكر لافاني، وجوج اكياس من خميرة الحلويات. دائما مع التراب. نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق، صافي. وغنطرب هاد الدقيق مع الخليط حتى نحصل على واحد الخليط ديال الكيك اللي القوام ديالو تيكون هو هذاك، ما خفيفه ما ثقيله. هانت كنحصلوا على الخليط على هذا الشكل. عقبت ضفت واحد جوج معالق ديال الدقيق وحركتهم حقاش كنبان لي الخليط بحال مازال بقى خفيف شويه. المهم تيبقى على حساب البيض واش كبير وعلى حساب الدقيق واش تيشرب. المهم انا كنضفت جوج كيسان، بان ليا الخليط بقى خفيف شويه، عقب ضفت جوج معالق كبار. هنا كنحصلوا على هذا الخليط على هذا الشكل. صافي دابا كنجيب واحد المول، انا غندير في هذا المول العجيب مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، نخوي فيه الخليط الزيت ديال الفوق. شوف واحد سباتيل، غنزل هذيك الكميه اللي في الاناء، صافي كنزلها هكا بسباتيل صافي، وكنقاده في المول، كنقاد الخليط هكذا في المول صافي. وغندخلو الفران، الفران اللي بارد، وكنشعل عليه الفران ونخليه حتى طيب. دابا غنحضر معكم الكريمه اللي خديت نص لتر ديال الحليب، غنوضع فيه واحد ساشي ديال الفلون ديال بنكهه ديال الفاني، وهاد الكريمه نحتاج ليها الفلون وجوج معالق ديال كبار ديال سنيدة عامرين، ومعلقة كبيرة ديال النشا أولا كريم باتيتير اللي متوفر عندكم يمكن لكم ديروه.
صافي غنخلط هاد العناصر. ديما النشا والفلون ما نديرهمش في الحليب سخون، الحليب بارد باش ما تحبوش لينا اولا ما تيديروش واحد الكويرات. دابا بعد ما خلطتهم غنشعل عليهم البوطه ونخليهم حتى تيعقدوا شويه. الكيكه بعد ما طابت خرجتها قبيله شويه خليتها بردات، دابا غنوضعها في الطبق ديال التقديم وعاد كيفاش غنزينها بالكريمه والفواكه. بعد ما وضعت الكيكه في الصحن ديال التقديم غنخوي فيها الكريمه اللي كتبقى خفيفه شويه ما كتكونش عاقده حقاش هي على شكل فلو. ملي غنوضعها في الثلاجه راه غادي عقب يعقد لي داك الكريمه، هي كتكون دابا شويه خفيفه. صافي غنخوي الكميه كامله صافي. ملي غنحاول باش نفزق ليها داك الجناب باش ما تجيش الكيكه ناشفه، كنبقى ناخذ داك الخليط وكن نحاول نغطي الكيكه كامله من الجناب، منها كيفزكها شويه باش ما كتجيش ناشفه، ومنها ملي غنبغى نوضع الفروي غيلصق بحال كي باش تيلصق لينا كيتبت هذاك الديسير مقطع. بعد ما نكملها كامله غنغطي لي هذاك الجوانب صافي، غنخليها على جنب وندوز باش نقطعو الديسير. بالنسبه للديسير باش غنعمر الكيكه تيبقى الديسير على حسب اش متوفر عندك في البيت. انا خديت البنان، التفاح، الشيديه، البرقوق، واحد الاجاصه. المهم واخا هاد الكميه نقدر ما نقدرش ربما ما غاديش نديرها كامله على حساب الكيكه شحال غتهز ليا. هي الكيكه واخا كتبان لينا عامره بالديسير ما كتهزش لينا الديسير بزاف. نقطعو صافي، كنقطع الديسير هكذا شرائح رقيقه اللي خليته بالقشره. كنعتذر على مشي المقطع ديال التفاح كيفاش قطعته صافي، وخليت كلشي خليته بالقشره صافي، وكنستمر في التقطاع على شرائح رقيقه. كنستمر في التقطاع حتى تساليت الكميه الديسير اللي عندي كامله صافي. كنوجدهم هكذا في الطبيسلات باش ملي كنبغي نزين الكيكه كنلقى الديسير مقطع موجود حدايا صافي، وكنبدا غير نستف فيه. طاو البنان غنحاول نقطعو على شكل مائل ماشي دائري باش يجي في التزيين ديالو يجي زوين. دابا غنبدا نزين في الكيكه بالفروي، والتزيين تيبقى اختياري فين ما بغيت تصبقوا التفاح بغيت تصبقوا البنان، المهم تيبقى اختياري. دابا انا نبدا نزين في هذا الشكل. كنعتذر على التصوير ما شفتش ليا
الكيكة كاملة تشتغل مقطع منها. دابا غنبدا نستف التفاح، غندير نص باللون احمر ونص باللون اخضر. دابا غنزينو الشيدية، كنديرو الألوان باش تجينا زوينة في المنظر ديالها. هي راه واخا ما كتحتاجش تجي سير بزاف، ماشي كتحتاج شي كميه كثيره. انا الكميه اللي شاركت معاكم في الاول راه ما هزاتهاش هي كامله. نحاول نكون نقادو بحال هكذا. صافي، وبالنسبه للبرقوق حتى هو كنبدا نفرق به بين التفاح، تيعطي داك المنظر زوين مع في داك اللون كحل، تيجي واحد المنظر زوين. صافي كنستمر هكذا حتى تنكمل داك الكميه ديال السير كامله. المهم التزيين وفين غتحطي الحاجه تبقى اختياري، كله كيفاش تبدع في التزيين. انا عطيتكم هكا الفكره وكل الاخوات غيطبقوها بالطريقه اللي بغاو هما. صافي بعد ما ساليت تستبدل التيسير، تيجي على هذا الشكل اللي كيجي واحد المنظر ديالو زوين ومبهجه كتجي غزاله. دابا غناخذ واحد شويه، خدي شويه ناباج، زدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال الماء زهر. صافي وكنبدا نحاول نشيتهم باش تيبقى يعطينا واحد البريون وفي نفس الوقت بحال ما تيتاكسدش لينا داك الديسير. صافي تنبقى مستمره في تندهنهم كامل داك الوجه ديال الديسير كامل، تعطيهم واحد اللمعه ني زوينه، واحد البريون تيجي زوين فيهم. صافي غنستمر هكذا حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديالها. كيفاش كتجي؟ راه كتجي زوينه بالكريمه بالديسير، تجي في المذاق ولا اروع، كتجي زوينه بزاف. تنتمنى تجربوها، وما تنساوش لايك والاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا، وبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش يوصلكم الجديد ديالي.